اخوان طالبين واحد اللقاء فيما يخص الوضعيه العامه ديال حزب الاصل والمعاصره، والحضور ديالنا كان نتيجه من المكتب السياسي. اكيد حضر السي مهدي بن سعيد كعضو المكتب السياسي ووزير، السيد رئيس الفريق، ولكن ما كانش زعما شي تنظيم خاص لهذا اللقاء. سي يونس كوري ما كانش حاضر معنا في المكتب السياسي لانه يمكن عنده شي التزام خارج ارض الوطن، وما كاين حتى شي اشكال داخل المكتب السياسي، وكاين انسجام تام وكامل. والحضور اليوم ماشي دليل على اي حاجه او سوء تفاهم، فقط اللي كان يمكن ليه يحضر راه حضر كما جرت العاده. المكتب السياسي منفتح على جميع اعضاء المكاتب السياسيه، على جميع اعضاء المكتب السياسي، فقط ظروف ديال البعض تجعلهم مره يحضروا مره ما يحضروا. ولكن تنأكد لكم بان المكتب السياسي حاضر، حاضر بقوه، تيشتغل تيجتمع كل اسبوع بحضور الاغلبيه ديال الاعضاء ديالو. قلتي لي سي شاكير بان كاين هضره كثيره على حزب الاصل والمعاصره هذه الايام الاخيره، وهذا تيبين على حاجه واحده، حيويه الحزب. احنا ماشي حزب جامد، احنا حزب يشتغل، وما تيهضروا علينا الا كاين مجهود اللي تيتقام، لا داخل هيكل الحزب، لا داخل الحكومه، لا داخل قبه البرلمان. وهذه الحيويه ديال الحزب وهذا الاشتغال المستمر داخل الحزب هو اللي تيجي البعض تيتسالوا على الحزب والصحه ديال الحزب. والحزب تنأكد لكم بان الحزب في صحه جيده. ولي بوليميك ماشي اول مره تنعيشهم مع البان، بوليميك راه لا دي ان ديال البان. حنا هاد الحيويه من النهار الاول، من النهار قلنا بسم الله وحنا الحمد لله كاين الكلام، وسمعنا شي اشياء واحد الوقيته معينه تيقول لك ما عندهم حد. الحمد لله الحضور ديالنا اليوم داخل الحكومه والعمل اللي تيقوم به الوزاره ديالنا، لا داخل المؤسسات الشرعيه لا خارج المؤسسات الشرعيه في المؤسسات اللي تيدبروا، تيبينوا بان الحمد لله حزب الاصل والمعاصره عنده اطور في مستوى عالي. كذلك في التراب، لا المدن اللي تندبروا لا الجهات، حنا راضيين كليا على الحصيله. اكيد تدبير صعيب، وخاصه في هذه الظروف الصعبه اللي تنمروا منها ما سهلاش، ولكن كلنا تنتحملوا مسؤوليتنا، وكلنا تنشتغلوا باستثمار وفي اطار واحد الانسجام الداخلي للحزب. انا مختلفه كليا معكم فاش تقولوا غياب او ازمه الهياكل سميتها هيك. المنظمه ديال النساء الاخت فاطمه مع اللجنه التحضيريه، وغادي نعطيها الكلمه هي اللي غادي تجاوبكم، تيشتغلوا ودرنا لقاءات تواصليه في جميع جهات المملكه. الحزب الواحد تيظهر ليا اللي دار لقاء مع النساء ديالو في جميع جهات المملكه خلال السنه خلال السنه اللي فاتت. كذلك المنظمه ديال الشباب تشتغل وواقفه على المؤتمر ديالها، وغادي تعلن على واحد اللقاء تواصلي مع الشباب في مدينه الرباط نهار 17 فبراير. كذلك المؤتمرات الجهويه، وغادي نعطي الكلمه للسيد نائب الامين العام اللي مكلف بالتنظيم، غيقول لكم شنو هو الاشتغال اللي دار. غير هذا السبت راه كان مؤتمر اقليمي من مستوى عالي في اقليم الحوز، والحضور ديالو تيبين الارتباط ديال المناضلين بحزب الاصاله والمعاصره. فيما يخص الاستاذ وهبي امين عام، صوتوا عليه المناضلات والمناضلين من خلال المؤتمر الاخير، عنده الشرعيه ديالو واش تيشتغل في اطار هذه الشرعيه، منفتح على هياكل الحزب، وتناقشوا جميع المواضيع. ما يمكن ليش نجاوبكم فيما يخص مواقفه كمسؤول وكوزير العدل حاليا، وكنت نفضل يكون معنا، ولكن مع الاسف ما حضرش لان عنده التزام مع وفد دولي، وفي اخر لحظه قال لي راه ما صبرتش كيف نحضر، حضروا نتوما في الكفايه. هذا هو الغياب ديالو، ما كاينش شي سبب اخر ابدا. فيما يخص الرساله سميتها البيان ديال الامناء العامون السابقين اللي
كلنا بالاجماع تنحترموهم لان ساهموا كل واحد فوقيتو في بناء هذا الحزب، وهذا الحزب يصبح ثاني قوه سياسيه في البلاد. حنا شخصيا ما توصلنا بتا حاجه، واش هذا بيان، واش هذه رساله، واش انطوكا حنا انا كمؤسسه رئاسه المجلس الوطني ولا الامانه العامه ولا المكتب السياسي ما توصلوا بتا شي مراسله او بيان موجه لنا. وحنا بابنا دائما منفتح على جميع المضادين خاصه الامناء العامون السابقين. وكنت نتمنى، انا ما عرفتش بعدا واش هذاك الشيء ديت موقع من طرف سي بيد الله سي حسن بن عدي، لان انا باتصال بالاخ حسن بن عدي باتصال به وما عمرو تكلم لي على اي موقف كان. وبابنا مفتوح، ولا بغى يجيو ويحضروا ويناقشوا معنا مواضيع الحزب مرحبا، ولكن هذا حزب بمؤسسات ماشي حزب ديال الاشخاص، كل واحد يقوم بدوره. واليوم احنا كنتحملوا فيهم مسؤوليتنا. الحزب ما عندوش جوج طريوس، واحد في الرباط وواحد في مراكش، ابدا عنده فوق من 400,000 راس. اي مناضل مناضل في حزب الازهر والمعاصرة عنده قيمه. حنا تنفضوا التدبير الفردي، وهذا الشيء اللي كان جعلنا واحد الوقيته كنداء المستقبل. درنا موقف وكنا قلنا بغينا احنا تدبير جماعي داخل الحزب، وتنرفضوا كليا القرارات الفرديه. اليوم ما بقاتش لا فاطمه الزهراء لا في عبد اللطيف وهبي، اللي تهمنا هو المشروع. المشروع اكبر بكثير، اكبر بكثير من الاشخاص. ورا قلتي هذا زو امانة عمون، ولكن استمر المشروع وغادي يتقوى، وغادي عدد المنخرطين يرتفع، وهذا دليل على صحه جيده ديال واحد الحزب اللي مع الاسف بعض الناس كانوا تيقول واحد الوقيته انتهى مات ما مبني على حتى شي اسس. الحمد لله اليوم الحضور ديالنا في جميع المؤسسات لا الترابيه لا الوطنيه تتبين بان حزب، وحزب منظم، وحزب عنده اهداف وعنده مشروع وعنده رؤيه لهاد البلاد السعيده ديالنا. الموضوع ديال الاخ هشام المهاجري تنفضل نعطي الكلمه لسي تويزي بصفته رئيس الفريق، والمشكل كان وقع داخل قبه البرلمان، فلذلك انا تنفضل الكلمه اللي نقدر نقول لكم. الاخ هشام المهاجري تيبقى مناضل داخل صفوف الحزب، ومناضل محترم من الجميع، اللي عبر على مواقف، اللي عنده واحد روح النضال قوي، عبر على واحد الموقف. هذا الموقف تيختلف مع الموقف ديال المجلس الوطني اللي فرض علينا ياك كمؤسسة باش ندخلوا للحكومة، وقرار المجلس الوطني تيعلى على قرار الفردي، فلذلك الجميع مفروض عليه باش ينضبط مع قرارات الحزب وخاصة قرارات المجلس الوطني اللي هو كي تتعرفوا المؤسسة التشريعية ديال حزب الأزهر والمعاصرة. انسجام حكومي جاب لي الله من نهار بدينا في هذه الحكومه، وكل شيء تينتظر نقولوا غياب انسجام. واعتذر لان ما يمكن ليش نقولها، ما يمكن ليش نكذب على المغاربه. كاين انسجام حقيقي، وهذا الانسجام مفروض علينا ولو هي بالظرفيه الصعبه اللي تيمروا منها المغاربه. كاين ازمه حقيقيه، وحنا واعيين كليا بان كاينه ازمه، ماشي ازمه داخليه، ازمه للاسس ديالها جايه كي تتعرفوا من الازمه ديال كوفيد، تبعتها الحرب ديال اوكرانيا وروسيا، واليوم الازمه ديال الطاقه، والازمه ديال القدره الشرائيه في اوروبا اللي اثرت على الاقتصاد الوطني ديالنا. وهذا الشيء اللي جعل اليوم حاسين بواحد روح المسؤوليه كبير كبير داخل الحكومه، وعرفنا بان المغاربه ينتظروا منا الكثير، وكونوا على يقين بان كل شيء داخل المجلس الحكومي تيشتغل بواحد روح المسؤوليه عالي جدا. حنا ما تنشخصوش الموضوع، كاينه شخصانه المواضيع واش نتفاهم مع هذا ولا تنتخاصم مع هذا، تناقشوا تنختلفوا ولكن تنقروا. وهذه المساله تاع التضامن، واش تضامنوا مع سي وهبي ولا ما تضامنوش، سي وهبي باقي اليوم جزء من هذه الحكومه، وسي وهبي تيحضر كل خميس المجلس الحكومي،
وسيوبي تيستمر في العمل ديالو وتيجيب مشاريع قوانين وتيتناقشوا. والتضامن الحقيقي هو هذا. شنو هو التضامن؟ شنو هو التضامن المنتظر؟ واش واحد توقع بوليميك يخرج الوزارة كلهم يخليو خدمتهم ويخليو المستقبل المغاربة ويخليو المسار ويخليو الملفات المهمة اللي تتهم المغاربة ونخرجو ونغوتو ونقولو حنا تنتضامنو معاه؟ التضامن هو في العمل